عن ستيك، تعالوا مع بعض نسوي احلى ستيك. جرب جرب يا مخرج، جرب. شوفوا 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 شيء فاخر صراحة من الآخر. تعالوا مع بعض خلينا نشوف كيف الطريقة. وطبعا الستيك ده اللي انا ضفت عليه حاجة جديدة اللي هو صوص العنب. تعالوا مع بعض خلينا نشوف كيف طريقة الستيك وكيف مكونها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساء الخير عليكم بتوقيت المملكة العربية السعودية. أهلا بكم في قناة بوديسات مرة تانية. حابب استشيركم في الحلقتين الأخيرة اللي قدمناها، أتمنى أن تكون نالت إعجابكم. وحلقة اليوم إن شاء الله حتكون عبارة عن ستيك بالعنب الأحمر. حقيقة الوصفة دي أنا أول مرة أجربها، أتمنى أنها تصبر معانا وتنال إعجابكم. تعالوا معي وخلينا نشوف كيف الطريقة. أول حاجة طبعا عندي الستيك البرازيلي، أنتوا شايفين طبعاً الستيك، وعندنا العنب الاحمر اهم حاجه يكون بدون بذور، وعندي هنا المشروم تقدر تستخدم المشروم الابيض او المشروم البني اللي هو الفطر، وعندنا هنا بطاطس مسلوقه، وعندنا البروكلي راح اسلقها، وعندي البصل الابيض طبعا هستخدم البصل الابيض في الطبخ، عندنا السوم الفريش، وعندي هنا صوص الجبنه طبعا كان حضرته في الفيديو قبل اللي سابق يعني قبل فيديوهين من الان ان شاء الله هحط لكم الرابط على الفيديو نفسه في صندوق الوصف، وعندنا كريمه الطبخ، وعندي كمان الزبده. وندخل على البهارات، عندي بهارات الشواء، وعندي ملعقة الدجاج، وعندي الزنجبيل، وعندي الصويا، وعندي اوراق الزعتر، وعندي بودرة الثوم، وعندي زيت الزيتون، وعندي خل العنب، ولا ننسى الملح والفلفل، البهارات الأساسية في كل وصفة وكل وجبة، والروزماري كمان يعتبر المكون الأساسي بالنسبة للستيك. خلونا نبدأ الوصفة. أول حاجة طبعاً هسويها نقطع البصل مربعات صغيرة، كل واحد مهارته في تقطيع البصل طبعا. أول حاجة هنستخدم زبدة ملعقة صغيرة معاها زيت الزيتون، هحط البصل على الفحص، حرك البصل نخليه يتحمر شوية، ما أبغى يتحمر مرة كثيرة. نستخدم 4 فصوص من الثوم فريش، بعد ما قطعنا الثوم مربعات صغيرة هضيفه، هذا اللي انتم شايفين البصل عندي نستوي نص استوى، واضيف زيت الثوم اخليه شوية يتحمر. هنا اقطع المشروم، اللي بحب المشروم يكون شرايح متوسطة شرايح صغيرة على حسب ما تحبوه. انا عن نفسي حقطع شرايح صغيرة. بعد ما قطعت المشروم راح نضيف المشروم، بعدين هنا عندي المرق هذوب في مويه دافيه، هضيف عندي كريمة الطبخ، هضيف كمان الصويا والملح والفلفل، فلفل الأسود طبعا، هنضيف الملح، نضيف البهارات اوراق الزعتر، نضيف بودرة الثوم طبعا نفس البهارات دي راح استخدمها في تتبيلة الستيك، نضيف ملعقة صغيرة من الزنجبيل،
قطعه صغيره من بهارات الشواء عشان تديني طعم الباربيكيو. هفضل اقلبهم على النار لين ما يستووا معايا ويتقل الخليط. ولا ننسى اهم مكون عندنا الروزماري. نبدا نجهز الصوص الخاص بالعنب الاحمر. هحط ملعقتين كبيره من الزبده هحط عليهم العنب. وهحط الخل، خل العنب. وملعقة من الزنجبيل عشان نكسر طعم العنب. ملعقة كبيرة من أوراق الزعتر. وزي البهارات اللي هنستخدمها مع صوص العنب. وأهم حاجة نهرس مظبوط. أول حاجة طبعا هنبدأ فيها هتبل الستيك. هديها مسحة خفيفة من الزبدة. إذا أنتوا ناس صحيين عادي تقدر ما تستخدم الزبدة، يعني تقدر تشوي اللحم على طول بدون ما تستخدم أي زيوت. بس على نفسي هديها زبدة. طعم الستيك مع الزبدة حقيقة شيء من الآخر، لازم تجربوها، جربوها وادوني رأيكم فيها بعدين. بعد ما مسحتها من الجنبتين بالزبدة راح أتبلها بالبهارات اللي هي بهارات الشواء. يفضل اني اسوي شرائح صغيره زي كده عشان اضمن بهارات تبلت مظبوط داخل اللحم. افتح شرائح صغيره زي كده. وهنهرس البطاطس المسلوقة. طبعا تقدر تستخدم مع الستيك يا اما الرز او الخضروات او البطاطس المسلوقة. انا عن نفسي من محبين البطاطس المسلوقة. اول شيء هتأكد انها اتهرست معانا تماما. بعدين اصحى لي ملح والفلفل فقط من دون اي اضافة. وندخل على اخر مرحلة تحمير الستيك. طبعا هحمر بدون اي زيوت او اي زبدة. هضيف عليها الروزماري عشان يدينا يا عين على الريحة. يا عيني الريحة حقيقة الملاحة، صح يا مخلي؟ أكيد يا عيني مش باليد اللون ايه. خلاها شوية على الجنب دي وحنجرب بعدين على الجنب الثاني. شوف تعال جرب يا مخلي، جرب الزين. خلاص على وشك انها تستوي. وخلاص طبعا بعد كده تحول معانا الستيك. شايفين بالطريقة دي؟ طبعا أهم حاجة تتأكد إنه تقلب معانا في أربع جهات. لازم الجهة دي تتأكد منها اللي هي الأجناب، تمسكوه زي كده لين ما تصفى معاكم كل الموية وتتشرب كل الموية حقت الستيك. القطعة الأولى والقطعة الثانية الحين هضيفها مع البروكلي. الحين هستخدم الماش بوتيتو. هيا بعد كده نضيف الصوص حقنا، نضيف صوص المشروم. هاخد عليه صوص العنب الأحمر. هنا على البطاطس هستخدم
صوص الجبنه اللي كان سويناه قبل، وزي ما قلت لكم هنحط طوابق، كمان هنحط عليه مشروم. الله يجرب السيخ حقنا. بسم الله، شوفوا كيف حاجة تجرب مع الصوص. حقيقة ما أعرف إيش أقول لكم، الطعم حقيقة خرافي، لازم تجربوه. أهم حاجة كمان تجربوها مع صوص العنب، يعني حاجة ولا أروع حقيقة.